فاطين. الله، انت ايه اللي معادك فوق كده؟ الظروف بقى ياما، خير في ايه؟ خانكه كلت الفسيخ والسردين من هنا وفرفرت مني من هنا. ما انا قلت لها ما تاكلش منه. روح انت ياما بسرعه اتصلي بالدكتور سعدون لحد ما انزل من على المخروب ده. ده ايه الغب ده يا ربي؟ غالية، انا مش قلت لك يا قطر ما تاكلهاش من الملوحه والفسيخ؟ ما هي اللي طلبت، يعني قولها لا. ايوه قولي لها لا يا بنت. اسمعي كلامي بقى مره واحده في حياتك بقى. بطلوا بطلوا نقار بقى. خير يا دكتور سعدون؟ مش خير خالص، ده اسمه تهور، اسمه اندفاع. بوي بوي بوي، بقى انسه رقيقه زي دي تاكلوها فسيخ وملوحه؟ ده ايه الفقر ده؟ جرى ايه يا دكتور سعدون؟ يا راجل بلا دكتور بلا نيله. على العموم انا اديتها مطهر معوي وهتبقى كويسه، بس البتاع الفسيخ والملوحه دول يترموا في الزباله. يترموا في الزباله ايه يا عم انت يا عم؟ بقول لك يا دكتور سعدون، انا دافع فيهم 30 جنيه ولسه ما اكلتش منهم. جرى ايه يا سعدون؟ يا راجل خد ال 30 جنيه مني وارميهم، بلاش مرض بلا جهل بلا عرف. انت بتتعصب عليا يا سعدون؟ اولا بقى ما تسخناش علشان نروح نرميهم وانت من ورانا تروح تاكل منهم. ثانيا اهي مراتي اهي الحمد لله كانت منهم، حصل لها حاجه؟ فاطيني فاطيني الحقني الحقني. ايه ايه يا دكتور سعدون بقى، ما تخلصنا انا تعبت منك. على الله بقى تحافظ عليه المره دي. مبروك يا سيدي البدن عش. بتقول ايه؟ انت متاكد يا دكتور؟ طبعا متاكد، مش هو دكتور وعارف. مبروك يا فاطين يا ابني، مبروك يا حبيبي، مبروك يا قطر يا بنتي. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك قطر. تعالى بقى يا دكتور سعدون يا وش السعد، تعالى خد حلاوتك. يا والله مش خساره فيك، انت مرزق انت مرزق. 5 جنيه هم بحالهم. 5 جنيه يا مت؟ يا دي انت عندك برضو؟ طب ده انا اقل بهيمه بتيجي تكشف عندي في العياده باخد منها 12 جنيه. طب ده الحماره اللي جايباني بره باكلها ب 15 جنيه في اليوم. ايوه اوعى كده يا شيخ. شيخ بهيمه ايه وحماره ايه اللي بيتكلم عليها دي يا فاطين؟ ما هو الدكتور سعدون ياما، وانا ما قلتكيش. لا يا اخويا ما قلتليش. مش الدكتور سعدون، دكتور بيتر ياما، وهو موكل يعني عندي. ما يا دكتور سعدون. يس دكتور بيتري. اتفضل يا شيري. ايه ده؟ مين اللي جاب التورتايه دي هنا؟ حضرتك واحد كان قاعد على الترابيزه دي يا فندم. اوكي. حضرتك تأمريني بحاجه تاني؟ لا لا ميرسي، روح انت. شكرا. جان مدين مبارك. اوه يعني كل سنه وانت طيبه بس بالهندي. انت انسان غريب قوي. ثم بقى ان النهارده مش عيد ميلادي. عيد ميلادي يبقى كمان 3 ايام. عارف، بس انا قلت اكيد مش هبقى من ضمن المعزومين، فقلت اكون اول واحد يقول لك كل سنه وانت طيبه ويجي لك هديه عيد ميلادك. ايه رايك في الدبدوب ده؟ ويا ترى بقى الدبدوب ده كمان هندي؟ لا ده من الموسكي، يعني حاجه على قد كده، بس لو عايزاه يتكلم هندي اقلب لك اهله. فوزي انت عايز ايه بالظبط؟ عايز اكلك احلى واجدع طبق كشري من عند ابو طارق. ايه كشري؟ كشري رز وعدس وشويه شطه وتوحوحي، اكله شعبيه بس من الاخر كده. قلت ايه نقضيها كشري؟ خلاص اوكي كشري كشري. الحمد لله كده بقى يا فاطين المرافعه بقت عالي العال. ننام بقى بسرعه قبل ما المرافعه دي تتنسي. تنام ايه؟ يعني انا قاعده بقالي 3 ساعات مستنياك وفي الاخر تقول لي انام؟ قطر يا حبيبتي الليله دي مش وقت رومانسيه خالص، انا عندي جلسه مهمه بكره الصبح ولازم انام دلوقتي حالا. تصبح على خير بقى. انا عارفه ان انت الصبح عندك جلسه مهمه جدا، بس انا قاعده مستنياك عشان حاجه تانية. قولي يا قطر يا حبيبتي قولي، بس اوجزي علشان لازم انام حالا. يعني انت مش مبسوط ان ربنا هيكرمنا ويبقى عندنا بيبي؟ تصبح على خير يا قطر. ايه يا فاطين؟ فاطين حبيبي فاطين اصحى يا حبيبي. ايه يا قطر ايه مالك؟ في ايه؟ هو ده يعني سؤال يتسأل؟
طبعا يا حبيبتي فرحان ومبسوط ومزقطط، بس مش لازم اقول يعني. ايه مش باين عليا؟ طب قولي بقى هنسميه ايه؟ اصل انا محتاره قوي. نام يا قطر وما تطينهاش على دماغك، لان اولا لسه بدري جدا على موضوع الاسامي ده، ثانيا انا خلاص مجهز الاسمين من ساعه ما عرفت، يعني مفيش حيره ولا اي حاجه. نامي بقى يا قطر. طب قولي بقى ايه الاسمين دول؟ ييه ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يعني انا يا قطر مش هنام في الليله دي؟ عشان خاطري يا فطين، عشان خاطر مراتك حبيبتك. خلاص يا اختي خلاص، ما تقوليش بوزك كده خلاص. اسمعي يا ستي، ان شاء الله لو ولد انا هسميه سنهوري. ايه؟ ايه سنهوري ده؟ حرام عليك، طفل جميل بريء صغير كده نسميه سنهوري؟ وماله السنهوري؟ اه ما انت اصلك جهله. السنهوري باشا ده يا حبيبتي يعتبر علم من اعلام الفقه والقانون في الوطن العربي كله، ولد عام 1895 وحصل على ليسانس الحقوق سنه 1917. نام يا فاطين يا حبيبي، نام، مش عندك جلسه الصبح؟ نام يا حبيبي، يلا خش نام. عين وكيلا للنائب العام سنه 1920، ثم سافر الى فرنسا للحصول على الدكتوراه. نام يا فاطين يا حبيبي. اقول لك حاجه، انا اللي هنام، تصبح على خير يا فاطين. شغل منصب وزير المعارف 4 مرات، ثم عين رئيسا لمجلس الدولة من عام 1949 حتى 1954، وتعتبر مؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية. عرفتي بقى مين هو السنهوري يا جهلة؟ عرفت. ممكن بقى لو طلعت بنت تسيب المهمة دي عليا؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، انا مش عايزة اتعبك وانت امورة كده وعسولة، انا خلاص اخترته براءة. ايه بقى هو الاسم؟ ما انا لسه قايل براءة. وده بقى من باب التفاؤل. يا سلام، تخيلي بقى كده لما اسمي يلعلع يلعلع كده، الاستاذ فاطين ابو براءة راح والاستاذ فاطين ابو براءة جه، ده احنا هينزل علينا القضايا ايه، ترف 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 ترف، مش هنلاحق. ما هو ابو براء بقى هو اللي هيترافع بقى، هبقى اسم على مسمى. بنتي قطر، قطر بنتي قطر، انت نمتي؟ طيب تصبحي على خير بقى يا ام السنهوري، ولا اقول لك يا ابو براء احسن؟ ياه الواحد مش جاي له نوم، لما اقوم بقى اعمل لي سندوتشين حلاوه بالقشطه. هتوحشينا يا دنك، ده احنا كنا خلاص خدنا عليكي. بيكلمي تطمني علينا، واول اجازه لازم تنزلي تزورينا. بالسلامه يا حبيبتي، ما تقطعيش الايميلات. رحلت ما بشرتني بالرجوعي، واوحت الي الليالي بالبعادي، ما قالت لي يومين ولا اسبوعي، ولا أعطتني ولا حتى معادي. مش انتي؟ فاطين انت هزين عشان انا مسافر؟ لا بس متأثر بس بالكلام بتاع معزوز شوية. فاطين انا مش عارف كلك ايه. Thank you so much. مع اني يا دنكا ما بحبش لحظات الوداع دي، لكن انتي هتوحشينا. الوداع. Thank you. مش عايز حاجة فاطين من جيرماني؟ انا رايح عشان في مؤتمر حقوق انسان. لا عايز سلامتك، بس انا سمعت ان هم في هناك يعني جواكت كده بفار وبتنفر وبتدفي، لو تبعتي لي واحد من هناك يبقى كتر الف خيرك. باي فاتين. باي. خلاص كل الشنط استتفت في العربيه وكله تمام التمام، بس السواق الليموزين مستعجل قوي. ثانك يو بسكليتا، اشوف وشكم بخير. اقسم بالله تستاهل المنديل، انت حلال مصفي. انا قلت اتخلص الموضوع من غير اي شوشره. انا حاولت يا شفرت بيه وفشلت. كانت النتيجه ايه؟ عيل تافه يقول عني فاسد في كل الجرايد. يا فندم ده المحامي بتاع صاحبه الارض، وفي نفس الوقت ده وهو اللي عمال يرغي مع الصحافه. ابنها مش ابنها ما يهمنيش، فاهم؟ انا مش عايز ابقى شغلانه الصحافه والاعلام اليومين دول عشان كم فدان. حضرتك يا شفرت بيه، أنا عايزك تطمن، إن شاء الله الجلسة الجاية هناخد حكم، والموضوع ده هيتقفل تماماً. سعيد، الجلسة الجاية لو الموضوع ده ما خلصش، أنا هخلصه بطريقتي. حاضر، بعد إذنك هسافر بيه. سعيد. أفندم. أنا مش عايز أنفعل تاني، أوكي؟ أوكي يا فندم، أوكي.
بعد اذن سعادتك يا باشا، الدعوه دي جت لسعادتك. دعوه ايه؟ انت الباشا هيفتتح سنتر الباشا للذهب والماس، وعازم سعادتك عشان تحضر الافتتاح. سنتر؟ مكانه فين السنتر ده؟ في الزمالك. اخذ دور كامل في برج الخواجه جورج، واللي انا سامعه سعاده الباشا انه هيبقى اكبر سنتر لبيع الماس والسولوتير في مصر. يا ترى سعادتك هتحضر الافتتاح؟ انا مش ناقص غباك يا حمدي. كلم زياد الخولي يعدي عليا النهارده طول. امر سعادتك. سنتر الباشا حلوه دي. يا قطر يا قطر، انت فين؟ ايوه يا ماما، مش كنت بعمل لك شاي وحاجه تاكليها؟ تعالي بس الاول واقعدي. هيا يا ماما. انا عايزاكي تسمعي كلامي، وكويس ان مفيش حد هنا. ليه خير يا ماما؟ في ايه؟ مش خير يا حبه عين امك. يا بت يا بت، مالك مفرفشه كده وشايفه نفسك ورايحه جايه؟ يا بت ده انت حامل. يعني اعمل ايه يعني يا ماما؟ تستموتي فيها يا عبيطه. ايوه علشان تدلعي، ده انت حامل يا بت. ايوه ماما، بس انا كويسه قوي. هبله وعبيطه زي ابوكي. يا بت يا بت، تعرفي قيمتك كويس. الله، ده انت هتجيبي ولي العهد، يبقى لازم يعرف قيمتك. ايوه يا ماما، بس فاطين عارف قيمتي كويس، وبصراحه ماما غاليه بتعاملني احسن معامله. بمرت ايه يا عينيا؟ بمرت ما هي سايباكي تغسلي وتطبخي وتنضفي وتنشري وتمسحي، ها؟ وهي والمحروس بيتفسحوا بره. ما هو عشان النهارده في جلسه يا ماما. جلسه مش جلسه اللي هقول لك عليه تنفذيه بالحرف الواحد، فاهمه ولا لا؟ اسمعي، ما تعمليش حاجه في البيت وتنك قاعده، واللي ينادي عليكي ما ترديش، صوتك يوطى خالص وتقول اه تعبانه يا ناس، الحقوني يا ناس، مش قادره يا ناس. انا اعمل كده يا ماما؟ ايوه يا حبه عين امك، تعملي كده. خش ياما. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا ماما. الحمد لله على السلامه يا فاتين. ازيك يا شهر؟ كويسه يا حبيبتي، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا في المشوار اللي كنتوا فيه. مشوار ايه يا حمات اللي هنتبسط فيه؟ واحنا كنا رايحين الملاهي ولا رايحين رحله؟ وبعدين حضرتك بصي، انا واقف على رجلي من صباحيه ربنا، يعني فقفقت وهموت من الجوع. يلا يا قطر يا حبيبتي، حضري لنا الغدا. حاضر. لا ايه قلت؟ ايه تعبانه. استني يا بنتي، خلاص انا هروح احضر. استني يا امي، تحضري ايه؟ بقولك ايه يا قطر، بطل استعباط، لاحسن انا شامم ريحه كده مش ولا بد. ريحه ايه يا اخويا؟ البنت وتعبانه. لا مش تعبانه يا حماتي، بنتك اللي هي مراتي انا كنت سايبها زي الفل، ولما رجعت برضه لقيتها زي الفل، لغايه لما حضرتك زغرت لها بعينيكي استموتت واستهبلت فيها. قصدك ايه بقى يا محروس؟ انا مش محروس، انا فاطين يا شهر. بقولك ايه، انا بصي، ادخلي يا بت اعملي لنا الغدا. ادخلي يا بت. انت بتقولها يا بت تاني؟ بقول لك ايه، لما ابني. بقول لك ايه يا شهر، انا راجعه من المحكمه والضغط عالي عليا. سلامتك يا عيني، اشربي كركديه يا حبه عين. حلوه قوي يا حماتي. ادخلي يا بت اعملي كركديه. بت بت تاني يا ست؟ انت ملك هيتي. الا يا ست واحد ومراته يا ست هيتي. ست انا يتقل منك انت يا ست؟ امال اقول لك ايه يعني يا راجل؟ اقول لك يا راجل ادخلي مثلا، ولا اعمل ايه؟ احلقي شعرك طبعا علشان اقول لك يا راجل. حاضر حاضر يا سفاتين. فاتين؟ هتشوف يا سفاتين. تعالي يا بت، تعالي يلا لم شنطه هدومك وعلى بيت امك عادل يا سفاتين. استني بس يا شهر، حقك عليا. ودي راسك اهي اهي. خلاص يبقى يعتذر وما يقولهاش يا بت تاني. تعالى يا ابني عشان خاطر امك، يلا عشان خاطر امك، يلا خلي ليلى تعدي عشان خاطر. حاضر حاضر يا امي، حاضر حاضر. معلش يا حماتي انا اسف، وادي راسك اهي. يلا بقى يا ام سنهوري اعمل لنا الغدا. حاضر. قلت ايه؟ سنهوري؟ انا يا اخويا اللي هسمي سنهوري ولا غير سنهوري؟ لا بقول لك ايه، لحد سنهوري وشاطب. معلش يا اما بقى، انا سنهوري دي بقى مش هعديها، وان كان على الخناق يا شهر اهو اهو انا مستعد.
سمحت يا باشا. هو عنده ايه؟ هو انت ابنه؟ لا بس زي ما تقول كده يعني زي ابنه. طيب هو عنده غيبوبة كبد بس كويس جدا ان انت جبته على المستشفى على طول لانه كان وصل لحالة خطر. ليه يا دكتور؟ هو جده مش هيخف؟ بصي هو الشفاء بايد ربنا سبحانه وتعالى بس انت اسمك ايه الاول؟ انا اسمي نور. طيب ما تخافيش يا نور ان شاء الله جده هيخف بس انت ادعي له. اتفقنا؟ اتفقنا. يا رب اشفيك يا جدة توفيق. يا رب اشفيك. انت بتعمل ايه؟ هولع سيجارة. تولع سيجارة ليه؟ عشان الطاسة خربانة عايزة تتظبط. طاسة ايه؟ احنا في مستشفى. ما تسيبك من السيجارة دي بقى وادعي لجده احسن. ماشي. ما تدعي. ما قلنا ماشي. الله. ايه ما تبصي لي يا عم؟ ما تبصي لي. انت عمال تتلفت ليه؟ انت متراقب ولا حاجه؟ اكيد هما يعني هيسيبوني في حالي. المهم امسك الملف ده خليه معايا واوعى تعملنا ولا ياخدوه. بس ما قلتليش بقى الملف ده فيه ايه؟ في صور اوراق بتثبت عمليات غسيل اموال بيقوم بها صفوت نصار بمشاركه ناس كبيره قوي، وهي دي الاوراق اللي راح بسببها محمود. مين محمود ده؟ محمود عبد الرحمن زميلي في الشغل، راح سلم اصول الاوراق دي لضابط امن الدوله، ومن ساعتها محدش يعرف له اي طريق. ايه ده؟ قصدك خلصوا عليه؟ اكيد. امال هو هيكون فين يعني من ساعتها؟ لا اله الا الله. على العموم متشكر جدا يا استاذ عصام على المعلومات القيمه اللي حضرتك اديتهاني دي، واوعدك ان انا هفضحه وهو واللي مشغلينه. كمان انا قدرت اعرف معلومات ان في صفقه ادويه متهربه ممنوعه مشارك فيها صفوت هتدخل البلد بعد شهر. هو الراجل ده ايه؟ بلوه مسيحه؟ مفيش مصيبة في البلد غير لما يكون له يد فيها. خلي بالك ما تخافش، لازم نجيب حق محمود. ما تقلقش يا استاذ عصام، خليه على الله ثم عليا. بس انت هتعمل ايه؟ اكيد هيحاولوا يخلصوا عليا، علشان كده هسافر واستخبى بعيد عن عينيهم. ايه ده؟ قوم بسرعه. ايه خرشت جاي؟ لا الناس تبعهم جينا علينا، تعال نهرب من الباب اللي ورا. من سلقط لملقط لنطاط الحيط يا قلبي لا تحزن. روق يا ابني روق بس، خد اشرب شوية ليمون روق دمك. فداك يا ابني فلوس الدنيا كلها. انا بس كل اللي حاسس في نفسي اخوك شوقي، قلت خلاص رجع وهنتجمع من تاني. باين علينا منظورين يا فاطين يا ابني. قصدك من حسين؟ يمه من حسين، هي ما فيش غيرها البت قطر ندى دي، فقريت ابوها وجايه لنا احنا بقى علشان تفقرنا، ناقصاها هي. ما تصدمهاش يا فاطين، البنت غلبانة وبتحبك. غلبانة؟ اسكتي يا غالية اسكتي، انت فاهمة حاجة؟ ده انت اللي غلبانة. أول مرة أشوفها فيها العجلة تنسرق، يوم قراية الفاتحة العربية تنسرق، يوم الشبكة فلوس الشبكة تضيع ويلهفوها سلقط وملقط. هو في كده؟ في كده؟ في قلبها أمها هي سبب كل البلاوي، ما بتقعدش في مكان إلا ما بتفقره. بقول لك إيه يا ابني؟ يلا نروح لقطر في الحاجز، دي برضه خطيبتك. برضه مش رايح يا أمها. والجوازه بقى دي مش لازماني. عشان خاطر يا ابني عايزين نفرح، ولا عايزني اموت بحسرتي قبل ما افرح بيه؟ بعد شر عليك يا غاليه. حاضر هقوم بقى وربنا يستر. الا صحيح فين العربيه؟ مش مركونه تحت ليه؟ العربيه؟ يا نهار اسود، دي العربيه في الشارع عند المحكمه يامه. شفتي؟ علشان جبنا بس سيره الغلبانه بتاعتك. يلا ادخلي البسي بقى كده علشان نروح نلحق العربيه قبل ما تضيع هي كمان وتبقى كملت. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ منظورين والنبي منظورين.